كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. اليوم جبت لكم واحد الطريقه سهله باش تخرجوا من الحليب ديال البقر، تخرجوا منه الزبده البلديه واللبن. نبداو على بركه الله. عندنا نورمالمون خاص عندي 5 لتر، ما يمكنليش نبخد 5 لتر كامله، خاص القرعه ولا بدات تخلي منا شويه ديال الفراخ باش تمخضيه. عندنا نقولوا هنا عندي شي 4 لتر ديال الحليب ديال البقر، غادي نخليوه 48 ساعه مغطي بالمانطا وفي بلاصه مظلام فيها الظلام باش نخليوه ان شاء الله يروب، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى ونوريكم الوصفه كي دايره. كيف تلاحظوا غادي نغلفوا المانطا، نغلفوا هذيك القريعه بالمانطا ونحطوه في بلاصه فيها الظلام 48 ساعه. علاش 48 ساعه؟ حيت الجو شويه بارد عندنا هنايا، غنخليه 48 ساعه حتى يروب. الا كان الجو فيه الصيف، كان الصيف نخليوه 24 ساعه وان شاء الله غيكون راب ليكم. انا ان شاء الله نتلاقاو من بعد 48 ساعه باش نوريكم كيف تيولي، كيف تيروب، وكيفاش تيرجع، وكيفاش غنوريكم كيفاش تنخضوا باش نخرج منه الزبده البلديه واللبن. هانتوما البنات، من بعد ما دازت 48 ساعه تيولي بحال هكا متختر بحال الرايب. دابا غادي نشدوه ونطحنوه 5 دقائق. بعد ما دازت 5 دقائق تقريبا نزيدوا ليه واحد كاس الماء، ونعاود عاوتاني نبقاو نطحنوا. هانتوما البنات، من بعد 10 دقائق ديال الطحين شكي تتولي، تتبدا تكون عندنا هاد الرغوه. وما تنساوش مره تزيدوا شويه الماء وطحنوا، يعني ما بحال تتمخضوا. يعني انا هاد الطحين تيسهل عليكم الطريقه، يعني فعوت ما تبقاو تمخضوا بيديكم تتمخضوا بالطحين. البنات شوفوا، من بعد واحد ربع ساعه ديال الطحين شوف كيف بدات تتكون عندي الزبده، ها هي بدات تتكون. هانتوما البنات، من بعد ما طحناه تنحصلوا على هاد البينه، راه ديجا نقصت منها شويه، وهذه هي الزبيده اللي خرجت ليا. من بعد مين نغسلها غنوريكم شحال خرجت ليا. البنات ها هي الزبده ديالنا بعد ما تغسلت، وهذه اللبينه ديالنا ما شاء الله راه تتحط، قلت لكم 4 لتر تقريبا، حطت لي 4 لتر ديال اللبن، يعني راه ديروا سيكوك وتاكلوا. والزبده البلديه قول شي 100 غرام هكاك ولا 120 غرام زبده بلديه. ها نحنا ربحنا جوج حوايج، ربحنا اللبن وربحنا الزبده البلديه، وفوق من هذا الشيء عرفنا صوبنا بيدينا، وعرفنا بان داكشي صوبناه نقي، وعرفنا رقصنا شنو تناكلو، ما بقاوش ناخذو من الزنقه، لان كنت عارفه داكشي الماكله ديال الزنقه شنو فيها، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ويروحكم، وما تنسونيش من اللايكات ولي كومونتير.